سكينة كتعاني باعتبار أن ميسر الصحي له أضرار وخيمة من الناحية النفسية، من الناحية الصحية الاجتماعية، وأيضا المشاكل الاجتماعية بين سكان المنطقة. نهضر على هذا الموضوع هذا وكنحشم أصلا ساعة نهضر عليه حيت وصلنا 2021 وحنا باقي كنهضروا على ميسر الصحي. الصيفية كيكون مشكل كبار، رائحة، النسمة، الناموس، الناس كاملين تسقسيهم يقولوا لك نفس المشكل، يعني هذا راه مشكل كبير. ما كنطلبوش شي حاجة كبيرة، الحمد لله يعني الناس هاربين علينا بسنوات ضوئية كبيرة وحنا باقي كنعانيو من ياسر يعني صراحة الله يعني حشومة و عند الناس فين يا خويا وانتم كتشوفوا هنا اللي هان اللي هان الناس كتعاني بزاف. كاين شي احياء هنا قريبه ليكم شي منازل داخلوا لمواد الحر؟ كيدخلوا لمواد الحر فيلا بالحق، حنا ديور عاديين ديال الدراويش، لا ما مساكن ما عندهمش الحق يعني انهم يتوفروا. السلام عليكم، اسم شاكر نوينو، نحن في قريه المنار. اظن اي شخص ينتمي لمدينه طنجه كيعرف هذه القريه بحكم انها من ابرز المناطق، من ابرز المنتزهات اللي كاينه في مدينه طنجه. لكن مع الاسف هذه المنطقة تعاني من تهميش كبير، بحيث أن الساكنة تعاني من مشكل مياه الصرف الصحي لمدة أزيد من 20 سنة، بحيث تعتبر الساكنة هم زبناء لشركة أمانديس أكثر من 16 عام، ولحد الآن الساكنة لا تتوفر على مياه الصرف الصحي. فرغم الشكايات المتعددة والمتكررة لجماعة البحراويين فحص أنجرة، لأن هذه المنطقة تنتمي إلى جماعة البحراويين فحص أنجرة، لكن لا جواب. الجواب القادم الجديد هو نحن في طور المعالجة، نحن في طور الدراسة، لكن لا يوجد أي حل. أيضا قمنا بتقديم شكاية للسيد العام لجامعة البحراويين، السيد الوالي، شركة أمانديس، ولكن لا يوجد أي حل. يقولوا أن المشكل هو مشكل عقاري في 25 المترو، لكن أظن الناس الإجابة غير كافية، حيت دائما كنسمعوا هذه الهضرة، دائما عينا من هضروا عينا من الأخر، ولكن ما كاينش الحل. الساكنة كتعاني باعتبار أن مياه الصرف الصحي له أضرار وخيمة من الناحية النفسية، من الناحية الصحية الاجتماعية، وأيضا المشاكل الاجتماعية بين سكان المنطقة. أغلب السكان لديهم مشاكل فيما بعضهم بسبب واد الحر. نحن نطالب في المستقبل إن شاء الله، نحن في مس الحاجة لهذا الحق، لأنه حق أساسي ولا بد منه، ألا وهو واد الحر. نتمنى أن الساكنة، أن الجماعة توفرنا هذا الحق هذا، حيت الساكنة كتعاني بزاف. حنا شفناهم عدلوا محطة المعالجة اللي في دخل هذا النار، قلنا مزيان، قلنا أن واد الحر وصل، حين أن كنعرفوا أن ديك واد الحر ما كانش لينا، كان مستهدف غير الفنادق والمنازل الفخمة اللي باقا في طور البناء. نقولوا ان هذه ارض جماعيه واخا، ولكن هذه ماشي ارض جماعيه، الناس عندهم الملك هنا، هما محقهم انهم محقهم هذا الشرط الاساسي، هذا الحق الاساسي. الصيفيه كيكون مشكل كبار، رائحه، النسمه، الناموس، الناس كاملين تسقسيهم يقولوا لك نفس المشكل، يعني هذا راه مشكل كبير. اولا كنهضر على هذا الموضوع هذا وكنحشم اصلا ساعه نهضر عليه حيت وصلنا 2021 وحنا باقي كنهضروا على مياه صرف صحيه. ما صراحه الله حشومه يعني يعني تنجيو تشكاو بهذا المشكل هذا، راه حشومه عيب وعار يعني. باش يعني ما كنطلبوش شي حاجه كبيره، ابسط حاجه هي مياه صرف صحيه، ما كنطلبوش يعني عدلوا لنا شي يعني. قريه المنار كتعاني من واحد الخصاصه كبيره، لا من دور الشباب لا من الملاعب الى اخره، بزاف الحاجات والحاجة التبرير ديالهم. اي حاجه كنمشيو نطلبوا بها قريب ان شاء الله كنعانيو مشاكل، ما فهمناش هاد المنتخب اللي عندنا في هاد الحي هذا، ما فهمش. 5 سنين كيعملوها، كنشوفوهم نهار الانتخابات صافي كيقول لك غنعملوا شي حاجه بالوعود والمطالب، بزاف د الحاجه في الاخر يعني الرد كيكون يعني بالنفي، يعني صافي حنا غنحقوا لكم يعني بزاف د المطالب. يعني ما كنطلبوش شي حاجه كبيره، الحمد لله يعني الناس هاربين علينا بسنوات ضوئيه كبيره وحنا باقي كنعانيو من ياسر يعني صراحه الله يعني حشومه، وحيت يعني تعانينا يعني من هذا الوضع هذا يعني. باش يعني طالبنا كنشكروا الموقع ديال طنجه واللي لبى الطلب ديالو، يعني تجينا الساكنه يعني تضرت بزاف، يعني كما قال الاخ الشاكر يعني كنعانيو بزاف يعني، لا من ناحيه الناموس لا من ناحيه الريحه، وهذا الشيء هذا كيخلق المشاكل بين الجيران. كل واحد يعني ما عندوش الواد ديالو راه كيوقعوا المشاكل، وراه كتوصل الدبيزه بين الناس الى اخره. كيدخلوا مواد الحر فيلا بالحق، حنا المناطق في الديور يعني بحال هادو يعني الديور عاديين ديال الدراويش، لا مساكن ما عندهمش الحق يعني انهم يتوفروا. يعني باش كتعرف يعني كاين بعض التمييز يعني كتعاني من الساكنه قريه منار، خاصه منار الشرقيه. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.